بمعنى لو اتنين اترموا في ميه في الغريق، واحد فيهم مؤمن وواحد فيهم كافر، بس المؤمن ما بيعرفش يعوم والكافر بيعرف يعوم، بياخد بالاسباب. ربنا هينقذ مين؟ انت عينك على الفريخ، حسب العرض بتطخ المرض. يعني في اعراض تنفسيه بتجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما في خير واحسن حال. معاكم سامح عسل وحلقه جديده بخصوص المضادات الحيويه. النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا، وهو ازاي يا دكتور اختار المضاد الحيوي المناسب في العمر المناسب. هنقسم الدورة لثلاث مراحل. المرحلة الأولى أول 7 أيام. في المرحلة دي يا شباب غالبا بتكون المشكلة الأكبر هي الميكوبلازما، علشان كده لازم نختار مضادات حيوية تشتغل على الميكوبلازما بنسبة أكتر في الأسبوع الأول، زي مثلا تايلوزين، لينكوميسين، إريثروميسين، سبايراميسين. الـ4 أنواع دول بيكونوا كويسين جدا في ان احنا نعرف نحتوي مشكلة الميكوبلازما، لان في الاسبوع الاولاني او في المرحلة دي مفيش قدامك اعراض ظاهرة. غالبا بتكون مشكلة الميكوبلازما في الاسبوع الاول، واللي عايز يعرف اكثر عن الميكوبلازما يدخل على الرابط اللي موجود هنا في القناة، هيلاقي الموضوع الميكوبلازما بشكل تفصيلي اكتر. في الاسبوع الثاني يا شباب، ايه هو المضاد الحيوي المناسب اللي ممكن يكون انا برضو مش قدامي اعراض ظاهرة ولكني عايز احط مضاد حيوي مناسب في العمر ده؟ غالبا يا شباب من عمر 7 لحد 14 يوم بتكون المشكلة الاكتر هي الكوليستريديا او الاسهال البني. علشان كده وانت بتختار المضاد الحيوي في العمر ده حط في دماغك ان يكون مناسب للكوليستريديا. طيب ايه هو المضاد الحيوي المناسب للكوليستريديا؟ من ضمن الـ4 اللي احنا قلناهم قبل كده، في منهم اللينكوميسين والسبايراميسين ينفعوا. يعني لو تلاحظوا كده اللينكوميسين والسبايراميسين ماشيين معانا من اول يوم ينفعوا لحد عمر 14 يوم كويسين، شغالين على الميكوبلازما تمام، ولما احتاجناهم في الكوليستريديا شغالين برضو. طيب ايه تاني ينفع للكوليستريديا؟ في عندك الاموكسيسيلين والامبيسيلين. اذا الـ4 أنواع دول، اللينكوميسين، سبايراميسين، اموكسيسيلين، امبيسيلين، الـ4 دول يشتغلوا معاك في الاسبوع التاني لحد عمر 14 يوم كويس جدا جدا جدا. باقي الدورة بتكون انت مثلا من عمر 15 لحد اخر الدورة غالبا بتكون عندك لو في مشكلة الاعراض واضحة، تقدر ان انت تحدد هي المشكلة معوية ولا تنفسية من خلال شكل الفرخ قدامك. ان كانت مشكلة تنفسية بيبان على شكله، بيحصل له كخة، بيحصل له شهقة، شغل المشاكل التنفسية، عين ورمة، يعني في الجهاز التنفسي اللي فوق. وبيكون برضو لو في مشاكل معوية بين في الاسهالات وانواع والوان الاسهالات، والفرخ مثلا ما بياكلش، يعني الامور بتبقى شكلها في الجهاز المعوي. علشان كده من عمر 15 وانت طالع انت هنا المسؤول عن تحديد المضاد الحيوي المناسب. بمعنى تقدر ان انت تستخدم مضاد حيوي بناء على العرض اللي انت شايفه. ولكن في برضه اللينكوميسين والسبايراميسين زي ما انتم شايفين ماشيين معانا من اول يوم لاخر يوم، لان دول يعتبروا الحصان الاسود اللي ممكن في اي لحظه يوم ما تحتار تحطهم، عشان كده سعرهم غالي شويه. يعني انت في اي عمر احترت اعمل حسابك اللينكوميسين هيجيب معاك كل الامراض، والسبايراميسين هيجيب معاك معظم الامراض، يعني سواء بقى كوليستريديا او بكتيريا لا هوائيه، او سواء كولاي وسالمونيلا ومايكوبلازما وبكتيريا تنفسيه. تمام يا شباب؟ باختصار يا شباب لازم نحسب لها علشان نكسب، لازم ناخد بالاسباب. ما ينفعش ان انت تقول خليها على الله وبعدين ربنا يفرجها. انا جاي لك من بعدين اهو وبقول لك ربنا ما فرجهاش. لازم تعتمد على الاسباب. بمعنى لو اتنين اترموا في الميه في الغريق، واحد فيهم مؤمن وواحد فيهم كافر، بس المؤمن ما بيعرفش يعوم والكافر بيعرف يعوم وبياخد بالاسباب، ربنا هينقذ مين؟ ربنا هينقذ الكافر اللي بيعرف يعوم. يعني الموضوع مش له علاقة بالنية، الموضوع له علاقة بالأسباب. فاهمين يا شباب؟ مش ان احنا بقى نقول لا خليها على الله وحسب لها تخسر وما تحسب لهاش تكسب والكلام ده، ما ينفعش. لازم ان انت تحسب لها وتاخد بالأسباب علشان ربنا هو رب الأسباب. وعند النقطة دي يا شباب اكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة، اللي هو ملخصها ايه؟ ان اول اسبوع اقدر استخدم واحد من الـ4 اللي قلنا عليهم، سواء كان لينكوميسين، إريثروميسين، تايلوزين، سبايراميسين، علشان اقي نفسي من الميكوبلازما، ولو حطيت معاهم الكوليستين هيكون كويس جدا للجهاز المعوي او السالمونيلا. في الاسبوع الثاني غالبا المشكله بتكون معويه او اسهال بني، واقدر استخدم اموكسيسيلين، امبيسيلين، لينكوميسين، سبايراميسين، وفي نفس الوقت اقدر برضو احط معاهم كوليستين علشان يدعمهم ويجيب نتيجه اقوى. بعد كده حضرتك من عمر 15 يوم وانت طالع خلاص انت عينك على الفريخ، حسب العرض بتطخ المرض. يعني في اعراض تنفسيه بتجيب مضاد حيوي تنفسي، والله في اعراض معويه بتجيب ايه؟ بتجيب معوي. ولكن لو عايز تعمل ميكس ما بين التنفسي والمعوي من بعد عمر 15 يوم، فعندك يا سيدي
الانروميسين او الاوكسي تتراسايكلين او الدوكسي تتراسايكلين او الاريثروميسين، الاربعه دول مفيش مانع تحط معاهم الكوليستين. ده ميكس ان انت بتجيب بقى التنفسي مع المعوي في نفس الوقت. ولكن ما تنساش ان اهم حاجه الاسبوع الاول حضن على ايه، في الاسبوع الثاني اخد بالي من ايه، وبعد كده يا سيدي انت حر حسب العرض اللي موجود قدامك بتبدا ان انت حضرتك تعمل ايه، تختار المضاد الحيوي المناسب. وزي ما شرحت كده الكوليستين مع واحد من الاربعه دول هيكون مناسب برضه. اي سؤال او معلومه مش واضحه ان شاء الله في التعليقات نقدر نكون عند حسن ظن حضراتكم. في النهايه استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.